بنحتفل بفدينا الحي من الأموات، بنحتفل بإلهنا القائم من بين الأموات، بنحتفل بأفراح القيامة، بنحتفل وقلوبنا فرحانة، بنحتفل ونفسنا وشوق قلبنا إن كل حد يتنقل من الحزن للفرح، من الكسرة والهزيمة لنصرة حقيقية. لما الملاك ظهر لمريم قال لها لماذا تبكين؟ تبكي ليه؟ ده احنا في ايام فرحه. وعايز اقول الايه دي ليا وليك النهارده، بتبكي ليه؟ حزين ليه؟ لماذا انت منحنيه يا نفسي ولماذا تئنين فيا؟ النهارده الرب جاي بفرح، بيقول انا جاي بفرح على كنيستي، جاي بفرح على شعبي، دي ايام مجيده، ايام فرح حقيقي، واحنا بنستمتع بالقيامه وافراح القيامه ونصرة القيامة. عايزين نفرح، عايزين نفرح فرح حقيقي جاي من القلب من جوه. عايزين نقول يا رب ادينا الفرح بجد، نعيش الفرح الحقيقي مش الفرح المزيف. لا، عايزين نعيش ايام القيامة ونفهم معنى القيامة ونفهم النصرة اللي لينا في القيامة ونعرف الاشياء الموهوبة لينا من الله، عشان ما يقدرش ابليس يهزنا ولا يوجع قلبنا، لكن نبقى فاهمين احنا فين، لانه اقامنا معه واجلسنا معه فين؟ في السماويات. مكانتنا مختلفة وحياتنا مختلفة، فلازم تبقى رؤيتنا لنفسنا ورؤيتنا لأيامنا اللي جاية مختلفة. النهاردة وإحنا بنستمتع ببرنامجنا ووقتنا ده، بنقول يا رب ادينا وقت مميز. برحب أبونا المحبوب سابونا بطرس رشدي راعي كنيسة القديس سمعان في المقطم، أهلا بك أبونا. أهلا بيك. ومشاهدينك اللي بيحبوك وبيستنوا وقت الحلقة دي عشان يسألوك وتصلي لهم، يبقى وقت بركة. برحب كمان باختي الاخت مريم وديع العازفه والمرنمه الجميله، ومعانا اول مره اختنا ماريا قس بطرس بنت بتسابونا بطرس، ويعني مرنمه جميله. ربنا يدينا وقت مميز. وحابب في البدايه نسال السؤال التقليدي اللي كل حد مفروض يا ابونا، ليه القيامه؟ يعني اذا كان موت المسيح على الصليب ما كان كافي، ليه بعد المرار والموت وراح المسيح مات علشاننا، ليه يقوم؟ ما كان اكتفى باللي عمله من اجلنا على خشبه الصليب. المسيح لما مات على الصليب ده كان الجزء الاولاني اللي دفع فيه الثمن، ولكن لو الدفع الثمن من غير قيامة كان يبقى الدفع الثمن اللي فات، ولكن القيامة كان لابد من القيامة عشان احنا نقوم من الموت اللي دفع الثمن فيه. بمعنى
انه احنا عشان كده بولس رسوله ايه؟ واقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع. ان لم يقم المسيح فكرزتنا باطلة. لانه المسيح لو هو قدم الفداء على الصليب وخلص الموضوع ما كناش احنا قمنا. يعني الدفع الثمن الخطية بتاعت ادم اللي احنا تورثناه. طب واللي جاي؟ احنا من خلال قيامة المسيح احنا قمنا مع المسيح. يعني لو اكتفينا، لو قلنا هنكتفي ربنا اكتفى بالصلب، كان يبقى ده احنا بنتكلم في ماضي واتدفن بالظبط، او يعني خطيه ادم الاولى واتدفنت معاه. لكن القيامه بتقول ان كمان احنا لينا قيامه، لينا حياه جديده، احنا لينا حياه في المسيح يسوع القائم. عشان كده زي ما كنت بقول من شوية ان بولس لما غنى الآية الرائعة اللي قال فيها وأقامنا معه وأجلسنا معه، احنا من خلال قيامة المسيح احنا قمنا معه، من خلال قيامة المسيح احنا جلسنا معه، ومن خلال قيامة المسيح احنا صرنا مواطنين سماويين من خلال قيامة المسيح. وده اللي قاله بولس الرسول. طيب الناس دايما بتسأل قيامة المسيح مفهومها بقى عند الإنسان بيختلف عن مفهومها عند الله. يعني العمل الإلهي ده من وجهة نظرنا حاجة، ومن وجهة نظر المسيح كعمل كفاري هل هو مختلف، ولا الله عنده رؤية أوسع من اللي احنا بنبص منها؟ يعني اللي عايز افهمه من السؤال انه المسيح ليه قام، او قيامه المسيح هل هي مختلفه عن اي قيامه حصلت لاموات؟ تقصد كده؟ لا، ده انا لسه هجيله بعد كده. يعني المسيح كالله نفسه الظاهر في الجسد، يعني القيامه بتوضح ليا ايه؟ ان الله نفسه اللي قام، مش ان الموضوع انه حد مات وقام. ده الفرق بين قيامة المسيح وقيامة الناس اللي كانوا ماتوا وقاموا. قيامة المسيح قيامة إلهية، يعني بمعنى أنه المسيح القام ده لم يقمه أحد. المسيح اللي قام ما قامش بواسطة حد ولا بصلوات حد، لأنه هو الظاهر، الله الظاهر في الجسد. تقصد إيه قدسك بأن ما قامش بصلوات حد؟ يعني دينا كده فكرة مين اللي قاموا في العهد القديم، يعني في العهد القديم، في العهد القديم مثلا في ابن الشنامية، تمام، وفي العهد القديم في ابن الأرملة اللي كان عندها إليه، اللي كان عندها إليه. وفي العهد القديم لما واحد حطوه، برضو أنا حب أذكر ده عشان ما يجيش واحد يقول طب ما في واحد قام تاني، اللي حطوه على عظام أليشع وهو ماشيين، وكان في شعب الله كان ماشي، وبعد كده في واحد مات وكان الدنيا في حرب وبيجروا، فلما واحد مات راحوا رموه في السكة في مكان أتاري المكان ده اللي كان فيه مدفون أليشع، فقام من الموت. يعني لما وقع الميت على عظام إليشع ودي كان ليها هدف، يعني مش مجرد انه علشان عظام إليشع فعظام إلهية او حاجة، لا، كان عشان يقول انه إليشع ده النبي الحقيقي. لانه إليشع كان في حرب عليه شديدة جدا في الوقت ده، ولما مات، يعني القصة مش هنخش فيها دلوقتي، لكن انه كل الناس اللي قاموا كانوا قاموا بواسطة ناس، قاموا بصلوات ناس، قاموا لأهداف لمجد الله وإظهار قدرة ربنا اللي موجودة في الأنبياء عشان الناس تسمع كلام الأنبياء. لكن قيامة المسيح قيامة مختلفة. المسيح ما قومهوش حد، لأن هو الله الظاهر في الجسد، هو القيامة الحقيقية. عشان كده المسيح نفسه قال أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي لو مات فسيحيا. إذا رب
لأن هو الله الظاهر في الجسد. أنا حابب أقول للناس أنه المسيح مختلف تماما عن أي نبي، مختلف تماما عن أي شخص، مختلف تماما عن أي مولود امرأة على مستوى العالم. المسيح ده الله الظاهر في الجسد، المسيح ده الإله المتجسد. وعشان كده ليه بقول إن هو قام بنفسه اللي هو الله؟ وعشان كده احنا بنقول في القانون الإيمان وبنقول في القداس الإلهي إنه لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. إذا اللي مات، المسيح اللي مات ده الناسوت متحد باللاهوت، اللاهوت هو اللي أقام الناسوت لأنه متحد بيه، لأنه اللاهوت ما بيموتش. تمام. طيب السؤال بقى المهم اللي أنا وكل المشاهدين عايزين، أنا إزاي أستفيد بالقيامة وإزاي أقوم أنا كمان مع المسيح؟ إذا كنت أنا لسه شخص كده بسمع عن قيامة المسيح والعمل المذهل ده، إن هو مات واتصلب ومات معاه الإنسان القديم والماضي وقام المسيح بحياة جديدة، أنا إزاي أقوم مع المسيح وإزاي أخد يعني السكة بتاعتي تبقى إزاي بعد القيامة؟ عشان أقوم مع المسيح لابد أن نتحد بالمسيح. المسيح حي. لا بسط لنا يا ابونا يعني ايه؟ يعني احنا هنخش من زي بس أم أنا معاه عمليا بان انا اتحد بيه. هبسط لك حاجة بسيطة. حاجة بسيطة كده. الكشاف اللي منور ده. ده الكشاف ده في حد ذاته مظلم. ايه اللي خلاه نور؟ لما وصلنا التيار الكهربائي بيه حصلت عملية جوه الكشاف، لما اتحدوا الاتنين ببعض التيار الكهربائي بالكشاف باللمبة اللي من جوه، اللمبة نورت. هي ده بالظبط. أنا جسم المفروض محكوم عليا بالموت. طب أنا عايز أقوم، عايز أبقى حي. استحالة أبقى حي إلا لما أتحد بالحي. استحالة يبقى في حياة إلا لما أتحد بالمصدر الحياة. مين مصدر الحياة؟ المسيح. طب أتحد بيه إزاي؟ الكتاب المقدس حط لنا بعض الآيات الرائعة جدا اللي تخليني إزاي تخليني أعرف إزاي إنه أتحد بمصدر الحياة عشان أبقى حي. يعني في آية فيهم بتقول مثلا على المسيح اللي هو مصدر الحياة. يعني لو سألنا أي حد في العالم كله نقول له المسيح حي ولا ميت؟ حي. مفيش مخلوق في العالم كله يقدر يقول المسيح ميت. المسيح يعني عشان كده قريت كلمة حلوة وعجبتني. جميع الذين ماتوا لهم قبور مدفونين فيها إلا قبر واحد فاضي وهو قبر المسيح الحي. كان كاتب الأستاذ إبراهيم عيسى تويتة كده من أسبوعين قريتها كده، قال اختلفوا إن هو صلب ثم قام، ثم صلب ثم قام من الأموات أو رفع حيا، لكن اللي اتفقنا عليه إن المسيح حي. بالظبط. مش فاكر هو منطقها إزاي، بس أنا بقول المسيح حي، إن المسيح مش حي. فالمسيح الحي ده بيقول في رؤية يوحنا أنا ذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي فتح الباب أدخل أتعشى ما هو معي. المسيح واقف على باب القلب، باب القلب اللي احنا اتفقنا عليه اللي هو الإنسان اللي عامل زي الظلمة اللمبة المظلمة. مجرد ما المسيح بيدخل جوه القلب بيحصل عملية تانية خالص. المسيح بيدي القلب حياة، بيدي الإنسان حياة، بينقله من الموت للحياة. عشان كده قال كده من آمن بي لو مات فسيح. يعني احنا مش هنحيا ومش هيبقى لينا حياة، مش هنبقى أحياء، مش هنبقى فينا حياة إلا من خلال المسيح الحي. لما يدخل قلبنا هو بيحولنا من الموت للحياة. لما بيدخل قلبنا هو اللي بينور فينا. لما بيدخل قلبنا احنا بنبقى ساعتها اتحدنا بيه، مش بس بننور، مش بس بنحيا،
ده بناخد امتياز تاني خالص رائع، لا يستطيع إنسان على وجه الأرض أنه يحصل على الامتياز اللي أنا هقوله ده إلا الإنسان اللي يتحد بالمسيح ويقبل المسيح مخلص وفادي، ويؤمن أنه لا خلاص ولا حياة ولا قيامة ولا روح إلا من خلال المسيح الحي. اقرا كده اللي معايا لحد اللي بالمشاهدين بيتفرجوا يطلعوا انجيل يوحنا صحاح 1 عدد 12 يقول ايه. واما كل الذين قبلوا اعطاهم سلطان ان يصيروا اولاد الله، اي المؤمنين باسمه. انا لما باخد المسيح في قلبي وبصدق ان المسيح القائم موجود في قلبي، انا مش بتحول من العبوديه الى البنويه، من الموت للحياة، ودول لا يمكن أحصل عليهم إلا من خلال المسيح لما يملك قلبي وحياتي. يعني أنا مش عايز أخرج قدسك بره السؤال ده، لكن عايز حاجة ملحة يعني جوايا. يعني هو اللي هيستفيد من القيامة الشخص اللي كان بعيد عن ربنا وهو هيقوم بقى عن المسيح وكده، ولا ممكن الشخص المؤمن اللي عاش مع ربنا برضو بيجيله نهضة في وقت القيامة، ولا احنا هنتكلم عن بس البعيدين عن طريق الله والقيامة دي هي دي؟ يعني مش عارف انت قصدك فاهم. هي قيامة المسيح اللي يستفيد منها كل البشرية، الاستفادة لكل البشرية، بس لكل من يؤمن ويقبل المسيح مخلص وفادي في حياته. المسيح لما مات وقام، مش مات وقام علشان ناس معينين، المسيح مات وقام عشان البشرية كلها. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياة أبدية. المسيح لما مات، مات من أجل البشرية كلها، ولما قام، قام من أجل البشرية كلها. ولما مدي فرصة، المسيح مدي فرصة للناس عشان تقوم، مدي الفرصة لكل البشرية، بس شرط واحد، ان انا اقبل المسيح مخلص وفادي في حياتي عشان اقدر اقوم معه. والا لو انا مش هيبقى مؤمن بان المسيح مات وقام من اجلي، فهستفيد ازاي من قيامته؟ طب القيامة بالنسبة لقدس أبونا بطرس، يعني أنت إيه اللي بتختبره؟ مش عارف السؤال ده في المنهج ولا مش في المنهج. إيه اللي بتختبره في وقت القيامة؟ حاجة متغيرة في حياتك في الوقت ده؟ هل في تغيير حقيقي ولا أنت بتعتبر، يعني آسف، يعني زي ناس كتير، أو ذكرى قيامة المسيح، أو ذكرى من ميلاد، ذكرى الصلب، ذكرى القيامة؟ لا، في حاجة معينة قدسك بتختبرها أو بتدقها في وقت القيامة؟ ولو في أو أكيد في، ممكن تشاركنا بيه. شوف، قيامة المسيح في الحياة الشخصية بالنسبة للشخص، لا أنا عايز بالنسبة لشخص أبونا بطرس، يعني لو ما كانتش القيامة متجددة في حياتي يومية لم تكن قيامة. قيامة مع المسيح هي مش مرة، القيامة مع المسيح هي تجديد عهد وقيامة يومية. كل يوم أبونا بطرس محتاج يقوم، كل يوم، لأنه لما أنا ابتديت مع المسيح وقمت معاه أول مرة في 87، كان عندي كم خطايا قد كده؟ في 88 كان عندي كم خطايا قد كده؟ في كل سنة في حاجة. انت ابتديت مع المسيح 87، في 87. ايه، طب فرصة بقى تحكي لنا بداية القيامة كانت ازاي كده؟ يعني انا انبسطت ان قدسك فتحت الموضوع ده، فعايزين نقول حاجة اختبارية حقيقية حصلت. مش هقول لك قول اختبارك، لا، قول ازاي ابتديت مع المسيح. انا في 87، في سنة 87، أنا شخص مش من مصر، يعني أنا من الصعيد أساسا. وفي 87 خلصت جيش
وابتديت قلت اشوف اسلك حياتي واشق طريقي في مصر هنا. وفعلا اشتغلت، قدمت في شغل في مصر تبع السياحة والفنادق في فندق، وبعدين قعدت اسأل على كنيسة زي اي حد يعني، عشان ربنا يباركني كده يعني، واروح كنيسة زي اي حد يعني. لكن مش حياة اختبارية يعني، زي اي حد يعني، عايز يروح الكنيسة عشان ربنا يقف معاه ويسنده ويبارك وكده يعني. ورحت الكنيسة في سمعان الخراز في المقطم، وكان أبونا سمعان لوحده، ما كانش لسه الآباء اترسموا معاه، وكان في قداس يوم أحد. وبعدين أنا واقف بحضر القداس عادي يعني زي الناس، فلقيت أبونا ولا طبعا في الوقت ده كنت زي أي شاب، كان عندي خطايا كتير وخطايا عايش في خطية. فلقيت أبونا وهو بيلف بالشرية، وده من الحاجات اللي أبونا سمعان يمتاز بيها. فلقيته جه جنبي وبعدين قال لي أنا عايزك بعد القداس ما تمشيش. أنا أول مرة أشوف أبونا سمعان في حياتي طبعا، أنا قلبي وقع في رجليا يعني، عايزني فين؟ أنا ما أعرفوش أساسا، أنا ما عملتش حاجة يعني. فبعد ما خلصنا القداس أبونا قعد معايا، وبعدين هو الحقيقة كل اللي عمله قال لي تعرف عليا يعني، وبعدين قال لي ينفع نشوفك يوم التلات؟ قلت له قال أنا عايزك يوم التلات. يوم التلات ده كان اجتماع العام في الوقت ده. فجيت يوم التلات، سلمت عليه بعديها، قلت له أبونا أنا جيت، قلت كنت عايزني؟ فقال لي نشوفك يوم الخميس. يوم الخميس ده اجتماع الشباب، انا لغايه دلوقتي لسه ما كنتش ابتديت مع المسيح، بس يعني ابونا بيقول عايزك فاوكي يعني. وامشي من الكنيسه عادي يعني، اعمل اللي انا ماشي فيه يعني عادي. يوم الخميس كان اجتماع الشباب، وبعدين دخلت الكنيسه، ابونا سمعان ما كانش موجود في الكنيسه، كان بيوعظ في الوقت ده كان دكتور سمائين. لكن انا ما خدتش بالي من العزة خالص. انا ما دخلت الكنيسه في ايه فوق المذبح فوق الهيكل، الايه انا قلتها من شويه، هكذا احب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له حياه ابديه. الايه دي انا مش عارف اللي حصل لي لما قريتها، لكن كل اللي حصل انه عينيا اتفتحت اوعى الايه دي، يوحنا 3:16. بالظبط. قعدت ابكي قوي قوي طول العزه، انا مش مركز في العزه، الايه ديت بتحاصرني من كل ناحيه وعمالك ابكي، وكاني شايف اللي انا عملته في المسيح في الايه ديت. فبعد ما خلصنا قعد معايا الدكتور سمائيل، فبيقول لي تحب تبدأ مع المسيح؟ قلت له الآية دي وأنا مش قادر أكمل يعني. فالمهم في الوقت ده صليت معاه وقبلت المسيح في قلبي، سلمت حياتي يعني. أنا بعترف قدام الكاميرا، أنا في الوقت ده كنت بشرب سجاير، ولما ابتديت مع المسيح وصليت الدكتور سمير خلص القعدة، بس أنا في حس إنه في حاجة غلط، لأنه كنت يوم الخميس سمعت أبونا سمعان بيتكلم على السجاير والتدخين إنها خطية. ثلاثة يوم الثلاث، آسف. فوقفت قدام ربنا قلت له مش معقول أبدا تبقى أنت موجود في قلبي وأنا بقيت ابنك وتسيبني أشرب عليك سجاير أو أبقى أعمل خطية زي دي. أنا محتاج نعمة، أنا ما أقدرش، لكن أنا محتاج نعمة منك يعني. لكن أنا قمت بالدور اللي عليا، أنا كسرتها ورميتها وحطيت في قلبي إن أنا مش هحطها، مش هجيبها ومش هاخدها من حد ومش مش هشربها تاني يعني. طلعت من الكنيسة، ركبت الأتوبيس
وكان في واحد في اتوبيس على الكرسي اللي جنبه فاضي مولع سيجارة، أنا مجرد ما شميت ريحة الدخان قعدت أرجع، فتأكدت تماما إنه دي النعمة اللي أنا طلبتها إنه محتاج، ودي كانت القيامة بالنسبة لي البداية يعني. لكن كل يوم في قيامة، كل ما بجاهد مع ربنا إن أنا أترك خطية بنعمته وأرفض خطية بنعمته وأنمو وأثبت وأبعد عن الهفوات، حتى ده بالنسبة لي القيامة يعني. زي فكرة الكتاب المقدس في ميخا 7-8 اللي أما قال لا تشمتي بي عدوتي إذا سقطت أقوم، أقوم يعني قيامة مستمرة من السقطات. عايز أروح لمريم وماريا، أنا يعني عايز أقول بس كمان أكمل حتة صغيرة وبنروح لمريم طب وماريا، حضروا حالكم بقى، تقولوا القيامة علشان بالنسبة لكم إيه؟ لسبب إنه إبليس مش بيقعد يتفرج، لكن ليه طرقه، وخصوصا بيحاول يخش من طرقه من نقط الضعف اللي أنا كنت فيها ضعيف. فبعديها بأسبوع أنا رحت الشغل، ففي واحد جست يعني، فكان جايب لي هدية معاه وهو جاي، قرصة سجاير أجنبية وإزازة ويسكي. يعني قدسك كنت بتشرب سجاير وخمر، الخمرة دي كانت في الأعياد يعني، تفاريح يعني لكن لا أنا بتكلم عن الهدية اللي جايبها لي يعني سجاير. والإزازة دي، فأنا حاولت أرفض خالص إن أنا أخدهم. زعل قوي قوي، هو كان جست عربي يعني، زعل جدا جدا إن أنا برفض الهدية بتاعته، لكن أنا أخدتهم منه ودخلت غرفة من الغرف وكسرت السجاير كلها ورميتها في الحمام، وفضيت إزازة الويسكي، وقلت إنه أنا قمت مع المسيح والمسيح موجود في قلبي، ده قرار لا يمكن أرجع فيه. ده اختبار جميل صدقني. أنا يعني معاك بقالي سنين هذا عددها، استمتعت النهاردة بالاختبار ده. طيب معانا الأخت نهال من إنجلترا، وبعدين نسمع اختبار القيامة بالنسبة لمريم وماريا معانا. ألو؟ ألو؟ أهلا أخت نهال. بحضرتك طبعا انا بشكر ربنا جدا من اجل كل خادم بيقدم كلمة الرب، وما احلى موضوع بجد النهارده عن افراح القيامة. وقدس ابونا ربنا يباركه قال حاجات رائعة، وانا نفسي اضيف حتة غنطوطة خالص وادخل منها على سؤالي. الحتة عن ليه قيامة الرب يسوع مختلفة عن اي واحد مات وقام من الاموات، سواء ابن الشونامية او حتى الميت اللي قام بسبب عظام أليشع اخره. اعتقد مهم جدا ان احنا نعرف انه حد قام من الموت هو مات تاني. كل حد ده مات يعني مات ما قامش تاني، لكن الرب يسوع هو الوحيد اللي بعد ما قام من الموت ما زال حيا، وده برأي كل الأديان على وجه البصيرة. وده هياخدني للتساؤل اللي نفسي أحطه لكل مشاهد يفكر فيه، بنقول بالإنجليزي كده food for thought، يعني حاجة كده نفكر فيها. لو اتفقنا إن المسيح هو الوحيد الحي وكل الأنبياء الآخرين ميتين أموات، فالتساؤل هنا هل من الحكمة ومن الذكاء انه ينفع ان انا اتبع شخص ميت ولا حي؟ سؤال محتاج اجابة بامانة. ونفسي اسأل سؤال لقدس ابونا، لو انا مشاهد يا ابونا وصلت للمعلومة دي ان المسيح هو نبي عظيم وكمان حي، لكن واقف عند الحتة دي ومش قادر اعترف بانه الله الظاهر في الجسد، هل في خطورة عليا في الاخرة؟ وايه اللي اعمله علشان، طبعا الاعتراف بالالوهيه المسيح محتاج ايمان، ايه اللي اعمله علشان احصل على الايمان ده؟ واخر حاجه، بما ان الرب يسوع هو الوحيد الحي، عايزه اقول لكل مشاهد من المشاهدين انك هتقابله، محدش هيفلت من مقابلته، فيا اما هتقابله كمخلص على الارض او هتقابله كديان في الاخره، فده تشايت از يورز والقرار ليك، وربنا يبارك. شكرا اخت نهال. معانا الاخ وديع من المنيا. الو
اهلا اخ وديع. بعد ما يتكلم فكرني ارد على نهال. الو معاك انت على الهوا. ايوه ايوه اخ وديع انت على الهوا اتفضل. ايوه معاك اتفضل. ايوه يا اخويا ماشي ازيك حبيبي. الحمد لله نشكر المسيح. انا بحيي ابونا جدا جدا لهذه الشجاعه الرائعه وهذا المنطوق الفكري السليم. وابونا بيعترف فتره الصراع بعيد عن المسيح وقال كلمه في الحياه اختباريه وده اللي احنا وصلنا شاب في اشد الحاجه اليه. هي أشد الحاجة إلى حياة اختبارية. حبيبي الغالي قيامة ربنا يسوع المسيح في كورنثوس الأولى 15:23 ثم اختطاف الكنيسة عند مجيء المسيح القاسطه في يوحنا 14 وفي تسالونيكي الأولى 4. الو الخط قطع. كان هيقول كلام جميل. ربنا يباركك اخ وديع. واضح كنت اقول لك انت اختبرت الحياه مع المسيح ولا واضح انك انت مختبر المسيح. طيب انا السؤال ده مهم ابونا ممكن تجاوبنا عليه قبل ما اروح في حته تانية. بيقول الاخت نهال كانت تقول المسيح هو الوحيد الحي. كل واحد عنده قبرين وكل كان قبر المسيح هو قبر واحد وقبر فاضي. هو المسيح القائم بين الأموات وهو اللي قام من نفسه محدش قومه وهو اللي قام والبشرية كلها اللي ماتت معاه قامت معاه وأقامنا معه وموقف اللي هم شايفينه حي بس شايفينه نبي بس لكن مش مصدقين ان هو الله ظهر في الجسد ده تقولهم ايه وزفض له على الفكر المحدود ان هو مش الله اللي ظهر في الجسد ايه اللي هياخدوه؟ اول حاجه انه المسيح الوحيد الحي لانه هو الله الظاهر في الجسد وعشان كده المسيح ما كانش محتاج حد يقومه لانه هو القيامه اساسا هو الحياه وهو كون ان هو مات بالناسوت مات عشان يدفع ثمن الخطية بالنسبة للبشرية. ليس لأحد حب أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأجل أحبائه. لكن في نفس الوقت هو الله الظاهر في الجسد عشان كده بنقول في القداس الإلهي أنه ناسوته لم يفارق لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. وفي الكتاب المقدس المسيح بنفسه قال أنا والآب واحد. أي نبي على مستوى البشرية كلها قدر يقول أنا والآب واحد يعني بمعناها أنا والله واحد. مين قدر يقول الحكاية دي؟ ومش قالها مجرد كلام هو قالها بالفعل لما قام بذاته. وقال كمان أضيف لقدسك حتة مهمة قوي عشان كان فيها جدال. هو قال أنا هو الألف والياء البداية والنهاية أنا هو الحي وكنت ميت دي موجودة في سفر الرؤيا بالظبط. عشان كتير بيقول لك هو المسيح قال عن نفسه ان انا الله انا هو البداية والنهاية انا هو الالف والياء انا هو الحي وكنت ميت وانا والاب واحد وانا والاب واحد. مين يقدر يقول الجملة دي؟ وقال كنيسة الله صحيح. التي افتداها بدمه بالزبط. يعني لو بيتكلم عن كنيسة الله واللي فداها دم المسيح الله بدم بالظبط. عشان كده أنا بقول لكل المشاهدين المسيح مش شخص عادي المسيح مش إنسان عادي المسيح هو لاهوت هو الله وفي نفس الوقت هو متحد بالناسوت عشان ينفع يقدر يقدم الكفارة ويقدم الخلاص ويقدم نفسه ذبيحة حية مرضية أمام الآب علشان يدفع الثمن الخطية الجدية لأن أجرة الخطية هي موت فكان لازم حد يقوم بالمهمة دي وما فيش إنسان على وجه الأرض بلا خطية فكان لازم الله هو اللي يقوم بالعملية دي لأن هو بيحبنا عشان كده الكتاب قال إيه
هكذا أحب الله العالم. فهم؟ السؤال برضه نمر السؤال الثاني. لا السؤال نفسه بقى التكمل. يعني ايه مصيره او ما انا لسه هقول. اوكي. المصير من لا يؤمن بالمسيح مصير محتوم تماما ولا بديل لي. الجحيم الجحيم الجحيم. المسيح نفسه قال كده في الكتاب المقدس، من له الابن له حياة أبدية، ومن ليس له الابن ليس له حياة أبدية بل ينقص عليه غضب الله. بمعنى انه انا كان محكوم عليا بالموت، جه المسيح الله المتجسد اللي ظهر في الجسد دفع الثمن ده، دفع الثمن ده وكتب كده كتب كده مش وصية لكن كتب كده رسالة وشيك على بياض لكل من يؤمن بخلاص المسيح وفدائه ياخد براءة من حكم الموت. أنا ما روحتش أخذ الشيك ده من المسيح، أخد براءة بناء على إيه؟ من له الإبن له حياة أبدية. عشان كده برد على الأخت نهال أنه اللي مش هيقبل المسيح مخلص وفادي محكوم عليه هو اللي حكم على نفسه بالموت، مش المسيح اللي حكم عليه، هو اللي حكم على نفسه بالموت، لأنه هو اللي رفض الخلاص، هو اللي رفض البراءة، هو اللي رفض الثمن اللي دفعه المسيح مجانا. قدس انا هضيف حاجه عشان واحد يقول لك طب ايه ذنب الرجل الصالح الجميل اللي بيصوم كتير وبيصلي وبيقدم صدقات، طب ده هيروح فين؟ فاعمال 10 بيحكي الكتاب المقدس عن كرنيليوس اللي هو كان بيصوم ويصلي وراجل عنده احسانات كتيره وكان تقي جدا وبيخاف الله، لكن ده مش كفايه، لا اللي وصل للمرحله الجميله دي الله ظهر له او الملاك ظهر له وقال له استدعي بطرس، سمعان الملقب بطرس، هو ساكن عند راجل دباغ عند البحر اسمه سمعان، وهاته يقول لك طريق السماء. ففي فرق ما بين ان انا رجل تقي فربنا يشوف تقوه قلبي ومخافتي فيوري لي طريق السماء اللي هو يسوع، وان انا مثلا متخيل ان انا بتقوتي او بالاعمال العظيمه الحلوه اللي انا بعملها دي هوصل السماء. ناخد تليفون من يوسف من المنيا. الو ها ايوه يا يوسف. ايوه معايا. ما انت على الهوا يا يوسف، اتفضل. اقبل يا اهلا بيك حبيبي. اهلا يوسف. اهلا صديقي، وصبر ربنا يبارك فيك. ربنا يخليك. انا اتصلت بكتابتك الاسبوع الاعلام، اتكلمت بكتابتك عن اتصال من حد صاحبي كان بيشرب انواع كل المخدرات، فانت سميت له اكيد وربنا بيقير من التلبة، هو دلوقتي مش شافش اي مخدرات. الله أمين. ده خبر جميل، ده القيامة مجدا للرب. طب حلو، ده يشجع كل اللي بيسمعونا بقى نستفيد من الصلاة في الوقت ده، ولو حد عنده طلبة صلاة يقولها لنا أو يبعتها لنا ونصلي، إذا كان يعني شفنا بعينينا استجابة الله لصلوات حقيقي كانت من قلب يوسف لصديقه، وأبونا صلى من أجله والله غيره والمسيح يكمل معاه. مريم وماريا، يعني القيامة حسينها ايه في حياتكم او حاجة اختبرتوها في القيامة في الوقت ده؟ هي اللحظة اللي انا حسيت ان انا فعلا يعني اتحركت من حالة الموت لما قابلت الرب يسوع، لما حسيت ان انا يعني كان في حاجة في حياتي ناقصة طول الوقت، طول الوقت كنت حاسة انه انا في حاجة كبيرة ناقصة في حياتي. لما عرفت الرب يسوع وتغيرت وهو بقي ساكن في قلبي، ده بالنسبة لي كان تحول من موت لحياة. فهي هو ده معنى القيامة في حياتي، انه انا فعلا اختبرت قبل التحول ده اني كنت حاسة بالموت بتفاصيله، لانه طول الوقت حتى والواحد في الكنيسة وبيعمل كل حاجة تخليه المفروض انه يبقى كويس ويبقى ضميره مستريح، لكن طول الوقت
في عدم راحة طول الوقت، في إحساس إنه في حاجة في حياتي، في خوف، في عدم راحة، في حاجة كبيرة ناقصة. لما التحول ده حصل وقبلته في حياتي، ساعتها الصورة اختلفت وبقي فعلا في حياة. هي دي القيامة يعني في حياتي. ده النهاردة بنسمع اختبارات جميلة، فكرتوني بالمشهد بتاع إليشع لما ابن الشنامية مات، فهي حطيته في العلية وإليشع دخل. بيقول الكتاب ان هو تمدد على الولد، والولد كان ميت وجسمه سائع، فلما تمدد عليه ما بقاش جسمه سائع، بقى سخن، لكن قلبه برضه ميت. فالحالة الأولى كان هو سائع وجوه منه موت، لكن الحالة الثانية كان شكله سخن كده وجسمه سخن لكن جواه موت. وده بيفكرني بكل حد يبقى في الكنيسة أو في الجو الروحي لكن جواه موت. الحالة الثالثة ان هو لما تمدد عليه مرة تانية، وده كان يعني بيشير للرب يسوع، لأنه إليشع بجسمه الكبير ده تصغر وحط عينيه على عينيه وإيديه على إيديه، بتحس كده كأن مجيء المسيح ليه بداله حياة، فبقى الولد كمان سخن وحي من جوه. مريم، القيامة بالنسبة لي اللي هو أكون مثلا في خوف، قلق، شك، عدم إيمان، وبعدين افتكر ان الله نزل علشاني وقام واتصلب بدالي وبعدين قام تاني. فدي بالنسبه لي القيامه، ان انا ارجع عن الخوف والقلق والشك اللي انا كنت فيه، واصدق ان الله عمل كل حاجه ونزل على الارض علشان انا. فدي بالنسبه لي القيامه يعني. يعني عايزه تقولي كمان ان بركه القيامه مش بس في البدايه، مستمرة معايا، بتشيل الخوف وتشيل الشك وتشيل القلق من حياتي. وده أنا عايز ينقلني بقى على سؤال عميق يا ابونا، وأنا حاسس إن هو ده وأنا جاي، فبتهيألي السؤال اللي إحنا محتاجينه كلنا، إيه علامات القيامة أو علامات الشخص اللي قام مع المسيح؟ فإيه اللي بيختبره أو بيدوقه أو بيعيشه في حياته ويبان ليه هو، يتأكد ان هو فعلا عايش القيامة، ويبان كمان للي حوالين منه انه ده شخص فعلا عايش القيامة. اول حاجة من علامات الشخص اللي قام من الموت انه انسان بيتنقل من موت للحياة. يعني انا قبل ما اتقابل مع المسيح وقبل ما اخذ المسيح في قلبي واسلمه حياتي، انا كنت بعمل خطية. اوكي، عادي، ما فيش اي مشكله بالنسبه لي يعني. يشربون الاثم كل الناس كده يعني. اوكي، ده الموت. لما اخذت المسيح في قلبي وسلمت حياتي والمسيح قام فيا، بقى اقل حاجه بتقلقني جوه، بتضربني جوه، بتنخصني جوه، ايه ده، في ايه؟ حياه. بالظبط كده. يبقى زي بالظبط لما يبقى واحد ايده ما فيهاش حياه، تجيب دبوس ما تجيب دبوس، تجيب سكينة ما تجيب سكينة، تقطع ولا فارق، زي اللي واخد مخدر ميت. طب لما تيجي هاد دبوس دلوقتي في ايدي دي اللي فيها حياة وشكني كده، هتلاقيني صرخت. هو ده بالظبط يعني من علامات الشخص اللي قام مع المسيح، انه بيبقى فيه حياة. دي اول علامة. تاني علامة من علامات الشخص اللي قام مع المسيح، في نصرة. قبل القيامة كانت أقل خطية تمرمط بيا الأرض، تمسح بيا الأرض، تجيبني الأرض، أعمل فيها بطل. يعني مثال أنا قبل لما كنت بدخل بشرب سجاير، أنا حاولت 500 مرة أبطل، وإبليس شاطر يجيب لي حاجة تضايقني أروح مكفتين على وشي يعني. وهكذا يعني، مش بس في الضيق، في كذا حاجة يعني، عشان بطلتها بقوتك. فاهم؟ بالظبط بالظبط. اما ما لما قمت مع المسيح وخدت القرار من المسيح وطلبت نعمته في نفس اليوم، اول ما شمتها اترجع، ايه ده. لما الانسان بيقوم مع المسيح، الشخص من علامات الشخص اللي بيقوم مع المسيح بيقدر يقول للخطيه لا. هي دي النصرة تقصد يعني؟ بالزبط. مش على شخص ولا ناس ولا لا. بتاع لكن... على خطية. لا مش ناس. يعني أول حاجة اداني حياة، ألاقي في حياة، في نصرة. بالزبط. نمرة ثلاثة،
الشخص اللي قام مع المسيح حياته بتنور. نور. بالظبط. الله حياة. نور في تصرفاته، نور في مشيه، نور في كلامه، نور في سلوكه، نور في نور. شخص منور. يعني تلاقي الشخص اللي ليه علاقة مع المسيح وقام مسيح لما يقعد في حتة يقول لك يا سلام الشخص ده منور كده ليه؟ إذا في إيه؟ طب ما هو من شوية كان هو اللي حصل يعني، مش عاجب دلوقتي نور يعني. ده نور المسيح. هو الكتاب بيقول نحن الذين كنا قبلا ظلمة أما الآن فنور في الرب. والمسيح نفسه قال كده، أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يسير في الظلمة. وقال لنا كده أنتم نور العالم. ده حقيقي. ده العلامة الثالثة للشخص اللي قام مع المسيح. طب قبل العلامة الرابعة معانا ناصر من القاهرة، بقاله كتير معانا، معلش. أهلا يا أخ ناصر، أنت معانا؟ ألو، أنت على الهوا، اتفضل. ممكن يوطي التلفزيون عشان يقدر يسمعنا كويس. ايوه اخ ناصر، وطي التلفزيون واسمعنا من التليفون. انا مساء الخير. مساء النور. مساء الخير. اهلا، معاك على الهواء، اتفضل. اخ نشأت. اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ نشكر المسيح تمام. وازاي يكون على الاختبار الجميل ده اللي بتسمعه ده؟ اهلا بيك حبيبي. يعني دي نعمة ربنا، وده المسيح اللي عمله. انا اختبرت 87. زميل ابونا بطرس 87. انا طلبت في حياتي على الراس. طب دي حاجه جميله. في حاجه جميله في القيامه، لما بيقول بطرس في افسس بيقول كده على حسب عمد قوته التي عمله المسيح اذ اقامه من الاموات واجلسه عن يمينه في السماويات فكل قوه وريه. ايوه كل الناس امين. فالرب لو كنت مكتوب الله اقام بالاخلاق، الله اقام وهو اقام روح القدس اقامه. انا مش هو بيسال، بيتكلم عن الله اقامه. الله اقامه زي ما قلت سابونا قالها، قال اللاهوت اقام الناسوت، هو قالها في البدايه. هو الله، هو الاب واحد، فهو اللي قام، محدش شخص تاني قومه، ما جاش. حتى البعض متخيل ان الملاك جه وزحزح الحجر عشان المسيح يقدر يقوم. لا، الكلام ده ارجعوا للشواهد الكتابيه. المسيح الملاك زاح الحجر بعد قيامه المسيح لما جت المريمات عشان يقول لهم انتوا جايين هزيح القبر فاضي. وده كان علامه جميله ان الناس هم كانوا جايين شايلين الهم مين هيزيح الحجر ووجع قلبهم عشان الميت، لكن لا لقوا حجر محطوط على القبر ولا لقوا الميت. وهنيجي الوقت بقيه البرنامج هنتكلم عن الراحه والافراح في المسيح. معانا وفقي من القاهره. الو، اهلا وسهلا. ايوه قولي، انا في انتظار حضرتك. اهلا بيك، انت على الهوا، اتفضل. طيب انا عايز اكلم الاخ نشأت ويقول سابونا. ما انا الاخ نشأت معاك وقلت سابونا سامعك، اتفضل. حضرتك مش الاخ نشأت يا حبيبي. لا، الاخ نشأت وابونا معاك، احنا سامعينك. طيب انا الو، احنا معاك. وقت التلفزيون يا اخ وفقي. عشان كده قلت سابونا. اهلا حبيبي. مقام الايادي معاك ابنك وفقي يا قلت سابونا. اهلا بيك حبيبي، اهلا بيك. مقام الايادي قلت سابونا. كل سنه وانت طيب. وانت طيب. برنامجكم رائع 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 صدقني. برنامج جميل وانا استفدت جدا من الحلقه دي. ربنا يبارك. عندك سؤال يا اخ وفقي؟ ايوه عندي سؤال يا قدس ابونا. اتفضل. في حاجه صغيره اختبرتها في القيامه، ممكن اقولها يا قدس ابونا؟ طبعا قولها. عايز امسي كمان على مسبح اسرائيل الحلو الاخ نشأت. اهلا بيك، ربنا يباركك، انا معاك بالصبح وانت مش مركز معايا. ما انحرمش منك اخ نشأت، انت بركه كبيره. ربنا يخليك. انت حبيبي. مش عارف، ممكن تتحرك بالتليفون شويه شمال او يمين لان الصوت بيروح يا اخ وفقي. كان عنده سؤال عايز يساله. سوري الخط قطع. معانا عماد من اسيوط. ايوه عماد احنا معاك، اتفضل.
سلام ونعمة. سلام يا حبيبي، ازيك انت على الهوا؟ نشكر ربنا، محتاجين لصلاتك يا ابونا. ربنا يحافظ عليك حبيبي. صلي لي، عندي دايما خوف وقلق وافكار وجور دايما تعبني من الكذب. الكتاب المقدس بيقول في مزمور 91: لأنه تعلق بي أنجيه ورفعه لأنه عارف اسمه. امسك في المسيح يسوع القائم وقول له من النهاردة يا رب أنا محتاج قيامة ومحتاج تطرد كل خوف من قلبي ومن حياتي، وزي ما قمت يا رب قوم في حياتي النهاردة عشان أعيش حياة النصرة وعيش على أن المسيح أداك نصرة. يعني عامل الإيمان في حياتنا ده أساسي في القيامة. صدق أن ربنا أداك نصر يعني. أمين أمين. قدسك، عايز أكمل مع قدسك. أنت قلت حياة ونصرة ونور. نمرة أربعة. نمرة أربعة: الشخص اللي قام مع المسيح من علامات قيامته مع المسيح شخص بيمتلي قلبه حب. بيمتلي قلبه حب ناحية اتنين حاجتين: حب للمسيح القائم، لأنه المسيح ده سر حياتي، المسيح ده سر قيامتي. لولا المسيح أنا ما كنتش أم، لولا المسيح ما كانش يبقى لي حياة، لولا المسيح ما كانش يبقى لي مكان في السماء. فنمرة واحد: الشخص اللي قام مع المسيح محبته للمسيح بتتغمر، وعشان كده ما فيش حاجة تقدر تفصله. زي ما بولس الرسول قال: قال من يفصلني عن محبة المسيح؟ ايه يا بولس ايه اللي حصل؟ اصل انا قمت مع المسيح، وعشان قمت مع المسيح حبيت المسيح، مفيش حاجة تفصلني عنه. نمرة اتنين: حب للناس. ده الجناح التاني بتاع الانسان، الشخص اللي قام مع المسيح. مفيش حد يقول انا قمت مع المسيح وهو بيبقى قلبه مليان بغضة ومليان كراهية، استحالة، ما يتفقش مع المسيح. المسيح الحب لما يبقى ساكن في القلب لازم يخلي الشخص مليان حب، ودي من ضمن علامات الشخص اللي قام مع المسيح. انه عشان كده المسيح قال، لما قال لنا حبوا اعدائكم باركوا لعينيكم، ما كانش بيقولها كوصية تعجيزية. المسيح قالها لو قبل النعمة، من غير المسيح وصية تعجيزية، مين يقدر يحب عدوه يعني. لكن بالمسيح، من خلال قيامة الشخص مع المسيح اللي حب أعدائه وحب الناس اللي صلبوه وحبنا، إحنا أعداء، إحنا اللي عملنا الخطية فصرنا أعداء لله. لما حبنا وقدم الحب على الصليب، إحنا يجب الشخص اللي فيه المسيح بيتنقل حياة المسيح ليه. يعني نقدر نقول ببساطة ان المسيح اللي فيا هو اللي بيحب دلوقتي. بالظبط، هو اللي بيحب مش انا. يعني الخص بس ما حياته اتنقلت فيا، الاربعه اللي قلتهم عشان قبل ما نخش الخمسه عشان ايه نحفظ يا بونا. يعني حياه ونصره ونور ومحبه. بالظبط. في اخر حاجه بقى، اخر حاجه، ودي بقى العلامه اللي بتبقى بتميز اولاد الله اللي في حياه القيامه: الفرح. الفرح. انا مستني النقطه دي من الصبح صدقني كده، عشان ايه؟ عشان عندنا ترنيم عن الفرح وعندنا كلام اسئله عن الفرح. يبقى نقول الترنيمه إيه؟ وبعدين نكمل الاسئله. طيب نقول يا فرحنا بيسوع الحي يا هنانا ده وعدنا جاي. بتقول الترنيمه: اوعى تكون مشغول، ايامنا مش هتطول، عالم فاني ويزول، يا فرحنا بيسوع الحي يا فرحنا بيسوع. انا عايزك تفرح وعايزك ترنم معايا وانت فرحان، ما تقعدش مثلا تتفرج علينا وبس كده، لا، رنم وافرح وبكره ننسى الهموم لما هيجينا اليوم. يا فرحنا بيسوع الحي. Why?
أيها الرب يسوع. معنا الأخت صباح من أمريكا. ألو، 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 مرحبا. مرحب بيك يا أخت صباح، أهلا بيك، تفضلي. كانت الصلاة الله يخليك يا بنتي مجادة من هاي البرنامج ترى نورك. أنا مش سامع كويس. طلبة صلاة. طلبة صلاة. لمين؟ يا. متخيلة بخيوط شيطان بنتي. يعني أتمنى تصلوا لك حرارة قربان اسم ربك. الله يشيل قيودها يا ربي. أنت بتقولي بنتك ميادة؟ عندها قيود؟ يا. محتاجة صلاة. أمين أبونا يصلي لها دلوقتي حالا. يعني ده خاف عليها وده خاف على أولادها. الله يخليك. ما تصلي صلاة. أمين. أنت مصدقة أن الرب يسوع يعمل معها معجزة؟ بس طبعاً 100% باسم يسوع المسيح. حلو أوي. المرأة الكنعانية جريت وراء المسيح وقالت له ابنتي مجنونة جداً. ولما شاف إيمانها، لما شاف إيمانها بنتها اتشفت. فإحنا هنصلي أبونا أتسابونا هيصلي وإحنا عندنا إيمان أن ميادة تتحرر في اسم الرب يسوع. اتفضل يا ابو يا رب يسوع، احنا بنباركك وبنعظمك. انت اله صالح، انت اله صالح يا رب. انت اللي قمت من بين الاموات بقوتك بالوهيتك عشان تعطي حريه لمن استعبده. مد ايدك الشافي يا رب على بنتك مياده، وزي ما انتهرت الشياطين والأرواح الشريرة من مريم المجدلية، مد إيدك على بنتك وانتهر كل أرواح شريرة وكل شياطين مقيداها واعطيها حرية في اسمك الآن يا رب. نشكرك من أجل الاستجابة، لأنك أنت قلت يا رب اسألوا تعطوا، اطلبوا تجدوا، اقرأوا يفتح لكم. نحن نؤمن ونثق يا رب في شخصك، أنك أنت سمعت واستجبت وصنعت مع بنتك معجزة. أمين. أمين.
آمين. بما إحنا يعني قلنا قدسك عن الفرح اللي لينا في القيامة، ليه الناس مش فرحانة؟ وليه بنقول فرح فرح والناس ميالة قوي ناحية الحزن؟ يعني في وقت أسبوع الألام الناس بتبكي قوي وحزينة قوي، في وقت الصوم كله بيبقى البكاء تمام، لكن لما بيجي وقت الفرح ليه في اتجاه عند الناس كده ناحية الحزن؟ أنا قريت قصة عن شارلي شابلن، ده حد كوميدي جدا، ممثل كوميدي قديم قوي، وقف قدام الناس وقال لهم نكتة، فالناس ضحكت، وبعد شوية راح قال لهم نفس النكتة فضحكوا شوية صغيرة، بعد كده قال لهم نفس النكتة ما ضحكوش. قال لهم ليه لما قلت الحاجة المفرحة مرة واثنين ما ضحكتوش بعدها، لكن لما بقول لكم حاجة مأساوية بتبكوا مرة واثنين والبكاء والنواح بيزيد؟ في اتجاه جوه الإنسان العالم بيحاول يضغط عليه عشان يمشي فيه، انه يبكي وينوح وينحني. وحتى المرنب بيقول لماذا انت منحنيه يا نفسي، لكن الرب يسوع المسيح في لوقا 13 شاف واحده منحنيه، لما راها دعاها، ولما دعاها شفاها، حط ايده عليها وشال كل انحناء من حياتها. فاذا كان انا بقول كده من قلبي يا رب، اذا كان الخطيه خلتنا ننحني، ولا الامور والاحمال والهم زي ما بيقول المرنم ليه الهم يسودك ليه بيحني عودك، او المشغوليه الارضيه خلتنا ننحني ونحزن، انت رب ترفع راسنا النهارده وتفرحنا وتخلينا نشوف افراح القيامه بجد ونعيش افراح القيامه. بيقول يا ابونا بولس الرسول، بيقول تعبير غريب قوي، قال افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرح، واقول ايضا افرح. هو كل حين ده يعني اللي هو انه حين فيهم اللي فيه حزن ولا اللي فيه فرح؟ يعني ازاي نوصل للحته دي؟ احنا لو ركزنا في المسيح وعنينا عليه، مصدر الافراح هو المسيح. احنا المشكله بنعمل ايه؟ انه بننزل عنينا من عن المسيح، وبننزل عنينا مع عن ما هو اعطي لنا في المسيح اللي لا يقدر بثمن، وبنحط عنينا على الامور اللي هنسيبها بعد دقايق ولا بعد ايام. وابليس بنديله فرصه، لما بننزل عيني عن المسيح مصدر الفرح، بنديله فرصه ان هو يدخلنا في الدوامه اللي تخلينا نكتئب. يعني يقول كده الكتاب مثلا لما المسيح جه وسط التلاميذ والتلاميذ شافوه، يعني شافته، يقول فرحوا التلاميذ اذ راوا الرب، فرحوا التلاميذ اذ راوا الرب. احنا مش فرحانين ليه؟ الإجابة موجودة في الآية، عشان احنا مش شايفين، عشان احنا مش شايفين، احنا حافظين مش فاهمين. لا هو برضه قدسك انا عايز اقفل الحتة دي، يعني ايه مش شايفينه؟ يعني هل احنا، هو المسيح طبعا احنا بنشوفه بالإيمان، ولا احنا لازم يظهر لنا في رؤية عشان نشوفه؟ لا مش لازم يظهر لنا في رؤية. احنا المسيح، احنا الإيمان هو السر المفتاح اللي دخلنا للفرح كل حين، هو الإيمان. الإيمان إنه المسيح موجود في قلبي، مفيش قوة تقدر عليا، عشان المسيح اللي موجود في قلبي هو سر فرحي، هو سر انتصاري، زي ما كنا بنقول الخمس حاجات اللي احنا قلناها. لو أنا واعي إنه المسيح موجود في قلبي، إبليس مش هيعرف يسرق فرحتي. لو أنا واعي إنه المسيح رفعني من العبودية للبنوية ونقلني من الموت للحياة وملأ قلبي بشخصه وأبديتي ضامنها فيه، أبديتي ضامنها فيه لما أنا سلمت حياتي للمسيح وبيت ابن لي، أبديتي مضمونة في المسيح. لو أنا واعي أنه أبديتي مضمونة في المسيح، وأن أنا ابن المسيح، وأن أنا بنعمة المسيح منتصر. هي المشكلة ايه؟ انه الشخص فينا مش واعي انه هو منتصر، مش واعي انه المسيح اللي فيه هيخليه ينتصر. فعشان كده تبص تلاقينا زي ما قال الـ 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 في المزمور، لما قال لماذا انت منحنية في نفسي، ليه؟
انا عشان انا عينيا وقعت من عن الانتصار اللي ليا في المسيح وحصرت نفسي في المشكله. انا اقول لك كنت قريت حاجه لاحد القديسين قال ايه، قال لما نركز في المشكله لا نرى الله، ولما نركز في الله ونحط له المشكله نشوف الحل. كان حد قال تعبير جميل قوي، قال لك بلاش تروح تقول لله عندي مشكله كبيره، يعني او عندي مشكله صغيره، قول المشكله انا عندي اله عظيم. انا عندي اله عظيم اكبر من المشكله والفرح. لكن ابونا يعني الناس ظروفها صعبه فمش قادره تفرح، وهنا بيقول افرحوا في الرب، يعني كانه فعل امر. هل الفرح ده حاجه اراديه، انا اقرر ان انا افرح، ممكن اعمل كده؟ صحيح. وعشان كده بولس الرسول قايل الايه دي بصيغه الامر، افرحوا في الرب كل حين كل حين، ويكمل ويقول ايه، واقول ايضا افرحوا. يعني ده تأكيد. ده تأكيد. ناخد تليفون الأخت نادية من القاهرة. ده مش معناه ان انا بقى من غير احاسيس، لا، بس انا اخلي المشكلة مش هي اللي تخش جوه، يعني انا قلبي فيه يسوع. عندي مشكلة بحطها مع يسوع وبقول له طب حل معايا، يعني عشان انا مش آلة، يعني انا انسان، فاهمني؟ تمام. بس لما شارك ربنا معايا في المشكلة بتتحل. ده حقيقي. الو، معانا اخت ناديه من القاهره. ايوه، مساء الخير. اهلا وسهلا. مساء النور. ربنا يبارككم وتكونوا سبب بركه للعالم كله. ربنا يخليك. انا عندي طلبه صلاه من اجل ولادي واحفادي يكونوا كلهم ملك للرب. دي احلى طلبه. امين. وعندي كمان ابني عنده مشكله فانا مش عارفه، فأنا عايزة أصلي من أجله. اسمه إيه؟ اسمه أسامة. حاضر. آمين، نصلي من أجل أسامة. أنا عايزة أنت تصلي أكيد بالرب، يتعامل معاهم ويفتح قلبهم ويفتح عينيهم عليهم، يكونوا هم وأولادهم وأحفادهم يكونوا ملك لهم. آمين. آمين آمين. أبونا يصلي من أجلهم، الرب يديهم لك، يديك بيتك كلهم، فتخلص أنت وأهل بيتك. معانا عماد من أسوان. الو يا عماد. الو. ايوه، انت على الهوا، اتفضل. اتكلم. ايوه اتكلم، قول الو. ما استفدنا في التلفزيون وقت كمان لسه. معلش، انت اتفضل، انت وطي التلفزيون وركز معانا من التليفون. ماشي. الو. ايوه سامعينك، اتفضل يا اخ عماد. ماشي. الاخ مشت معايا. ايوه. الو. معاك. الحمد لله، نشكر ربنا. عامل ايه؟ ازي حضرتك؟ تمام، نشكر المسيح. وضيوفك الكرام وجوز ابونا. اهلا بيك. اهلا بيك حبيبي. ازي حضرتك وجوز ابونا؟ نشكر ربنا. ربنا يخليك. كل اللي بيعمل بالرب ربنا يبارككم ويستخدمكم بقوه في الدنيا. ويباركك يا اخ عماد، اتفضل. عندك سؤال؟ يعني لا، انا دعوتي حبايب المسيحيين زي ما ابونا اتكلم اللي هو الموضوع السر في الايمان. فعلا هو السر في الايمان، وبقيت انا يعني رب بدا يا حبايب المسيحيين وكده، لو انا امنت ان انا انتهاك الخطايا لان هو دفع الصدقه على الصليب وجسم توبه من جلد، لازم اول ما اجسم توبه وقلت له اللهم ارحمنا الخاطي اثق ان اسمي اتكتب في سفر الحياه، ما اشكش هنا الايمان. زي ما الكتاب بيقول اذ امنتم ختمتم بروح الموعد القدوس. ابتدي اقاوم ابليس، كل موقع هو يسندني مش هيسيبني هيدافع عني. ابتدي ارقص بالكنيسه والصلاه والكتاب المقدس هو اللي بيزرع الروح. اتكذب كلمه الله، قال ان كنتم تحبوني احفظوا وصاياه تثبتوا الكل. انت بقالك كام سنه مع بقالك قد ايه مع المسيح يا عماد؟ ايه؟ بقالك قد ايه مع ماشي مع المسيح؟ سنتين. ربنا يباركك ويستخدمك بقوه و احلى ايام عايشها مع ربنا. وعايز اقول لكل واحد صديق، كل واحد اخويا مسيحي، الموضوع سهل، الموضوع حرام، همسك فيك يا ابويا ومش هسيبك، اللهم ارحمنا الخاطي. لا بص بقى، انا اقول لك حاجه بقى، انت قلت له هروح معاه، هتكون واقفه معاه، ايه عايزين تاني مسكين في العالم؟
طيب ربنا يباركك ويستخدمك لمجد اسمه. معانا كمان بنت راب من القاهرة. الو، وطي التلفزيون وكلمينا من التليفون يا بنت راب. الو، ايوه معاكي. انا سمعت كنت عايزه تبقى الصلاه من اجل حياتي بقت ضعيفه، عندي فطور رهيب يعني، ولا بقدر اصلي ولا بقدر اقرا الكتاب، بقيت ربنا بعد ما كنت قريب منه خالص، ما عنديش الفرح اللي هو بيقول عليها، مش قادر افرح. طيب احنا هناخد حاجه صغيره كده وهنقول ترنيمه وابونا هيصلي قبل ما البرنامج وقته يخلص. احنا عايزينك تكلمنا بس عن اهم ثلاث مصادر الفرح عشان خاطر يا ابونا نمسك حاجه في ايدينا، وكل الناس بتقول احنا محتاجين نفرح. وزي ما ابتدينا معاكم بترنيمه هننهي برضو بترنيمه بتتكلم انه مش بالظروف ولا بالاحداث هي اللي تخلينا نفرح، انا بفرح بالمسيح، بفرح بوجوده معايا، وبفرح بحمايته ليا، وهو ده الفرح الحقيقي وفرح القيامه اللي مشجعنا. اتفضل لنا روشتة كده نمشي بيها في الوقت اللي جاي. قبل ما اقول ثلاث حاجات عشان الفرح، عايز اقول حاجه كمان. احنا بنختبر القيامه وبنقوم مع المسيح لغير المسيحيين من خلال الايمان والمعموديه، لان المعموديه هي موت ودفن وقيامة. عشان كده الكتاب قال انه من آمن واعتمن خلص. بالنسبة للمسيحيين او بعد كده اللي بقوا مسيحيين، احنا بنختبر القيامة كمان يوميا من خلال سر الافخارستية. تمام. الجسد والدم اللي على المذبح ده مراحل الصليب من بداية التجسد لغاية القيامة. يعني نمرة واحد وسائط النعمة، كل ما تناول من جسد الرب ودمه تمام بعيش القيامة، بعيش الفداء، بعيش الخلاص، بعيش القيامة. ده مهم جدا جدا. تمام. فإن كان حد عايز المسيح الخلاص، آمن بالرب يسوع أنه هو المخلص والفادي، ما فيش سكة تاني، زي ما قال في أعمال الرسل إصحاح 4 عدد 12، وليس بأحد غيره الخلاص، لأنه ليس اسم آخر تحت السماء قد أعطي بين الناس ينبغي بها أن نخلص. نمرة اتنين، ما آمنت بالمسيح وقبلت المسيح مخلص وفادي، كمل عشان تقوم مع المسيح، مدفونين معه في المعمودية. بالنسبة للمسيحيين، قدم توبة عشان تعيش القيامة، قدم توبة أو جدد التوبة لو كنت قدمت قبل كده التوبة، وتناول من جسد الرب ودمه، لأنه ده اللي فيه كل مراحل الفداء إلى القيامة والخلاص. الروشتة بتاعت الفرح، نمرة واحد، عايز تفرح فرح قلبي حقيقي، نمرة واحد من خلال كلمة الله. مفيش فرح تقدر تعيش وتختبره بعيد عن كلمة ربنا. عشان كده أرميا قال إيه؟ وجد كلامك فأكلته، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي، لأن باسمك دعيت يا رب إله الجنود. كل ما هتقعد مع كلمة ربنا، كل ما هتتجدد الحياة، كل ما ده كلام ربنا. عشان كده يقول الكتاب إنه كلام ربنا ده روح وحياة. ده حقيقي. نمرة اتنين، تأكيدا لكلام قدسك، في أنا فاكر الجزء بتاع تلميذي عمواس اللي رب يسوع كان ماشي مع التلاميذ وكانوا مكتئبين، تلميذي عمواس ومكتئبين، والموضوع الصليب والدم والموت كان قافلهم وعندهم حزن، ولما بيتكلم معاهم قالوا له انت متغرب ومش عارف، قال لك فابتدى يتكلم معاهم المسيح، راح حكى لهم بقى الوعظة الجميلة دي طول السكة، ابتدى يكلمهم وخد لهم العهد القديم والأنبياء، ابتدى يكلم، قال لك بعد ما خلصوا كده، قال لك ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا، يعني نسي وجع القلب والهم والأوجاع، وبقى راح في حتة قلبه بقى مولع. فالنقلة دي هي دي اللي احنا عايزينها، النقلة من الوجع والهم النقلة دي خلتهم شافوا المسيح.
عرفوا انه هو ده المسيح. فانت كل ما هتقرا كلامه وهتسمع كلامه هتدخل في شركه حقيقيه مع المسيح، عينيك هتنفتح على المسيح اكتر، فبالتالي اول ما عينيك تنفتح على المسيح هتفرح. ما فيش حد يشوف المسيح ويسمع المسيح واللي ما يفرح. يعني نمرة اتنين الإيمان، يعني توما ثلاثة بقى ابونا، انت قلت التوبة وكلمة الله والإيمان. والإيمان نمرة ثلاثة الإيمان. الإيمان لما توما طول ما هو كان شاكك، طول ما هو كان متنكد، كلهم فرحانين إلا هو. احنا شفنا المسيح، ما كانش لازم اشوف بنفسي، احنا شفناه وهم فرحانين، وهو حته تانية خالص. وهو المسيح شافه وظهر للمسيح، المسيح ظهر له وحط ايده في مكان المسمار وحط ايده في مكان الحربه، راح صرخ. اول ما صرخ المسيح قال له كلمة مهمة جدا، هات الأصبع، قال له لأنك لأنك رأيت فأمنت، طوبى لمن آمنوا ولم يروا. حلو قوي. طوبى وتناول وإيمان، عشان كده قال بدون إيمان لا يمكن إرضاء. ده حقيقي. كمان بيفرق معايا لما قال لتوما في الجزء ده قدسك، قال هات صباعك وحط في ايدي، لكن لما جه على جنبه قال له هات ايدك بحال احطها في جنبي، لان جرح المسيح كان كبير. المسيح اللي جرح، المسيح اللي اتألم، المسيح اللي مات وقام وقومنا كخليقه جديده في المسيح. مستنين موقف راح يفرحنا والمستنين ظروف تتعدل عشان نفرح؟ لا، فرح ده قرار ان انا هفرح بيك، انا هفرح بيك انت، انا عايزك تشاور على المسيح دلوقتي وانت بترنم معانا وتقول له انا هفرح بيك، انا هقوم من حزني وافرح بيك، هقوم من حنائي وافرح بيك، هقوم من كسرتي وانتصر بيك، هقوم من قيودي وابقى محرر بيك. هو يديك الحريه، يديك النصره، يديك الغلبه. هقوم من عتمتي وظلمتي واقوم معاك من الظلمه للنور، نقول له انا هفرح بيك. علشان انت بتكفيني انا اهتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا اهتف ليك، علشان انت بتحميني مش مستني يا ربي موقف ما هيفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسنود على ناس تتغير وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني، مش مستني يا ربي موقف راح يفرحني او مستني كلام هيطمني ويسعدني او مسند على ناس تتغير وتجرحني، وارجع لك من تاني علشان تشفي وتشبعني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك، مش هذا المجد جلالك مش رح انزل عيني من على شخصك وجمالك واتذكر ضعفاتي وخيانتي وكسر كلامك، وياك يتجدد عهدي تغمرني بنهر سلامك وتفيد فيا بروحك، مش هذا المجد جلالك انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني انا هفرح بيك، علشان انت بتكفيني انا هاتف ليك، علشان انت بتحميني. الله يدينا الفرح الذي لا يعرفه العالم،
الله يدينا فرح دائم، فرح فوق الوصف، وسلام يفوق كل عقل. افرحوا في الرب كل حين، وحتى لو الحين ده ظروف صعبة. في كورنثوس يقول لك حتى في ضيقتهم الشديدة فاض وفور فرحهم، في كورنثوس الثانية 8 فاض وفور فرحهم في الظروف الصعبة. بولس وسيلة كانوا في السجن يصليان ويسبحان الله. عايز أقول لك حاجة، إبليس عايز لك حزن وكآبة، والرب يسوع عايزك فرحان. افرح بالرب، اكسر إبليس، حطه تحت رجليك، وإله السلام يسحق الشيطان تحت أرجلنا سريعا. في نهاية حلقتنا احنا بنصلي ان يبقى الفرح مال القلوب. يا رب املى قلوبنا فرح، واملى بيوتنا فرح، وخلينا نختبر فرح جديد. وصلي من اجل كل قلب حزين وكل قلب محتاج فرح حقيقي. يا رب نقلة جديدة، ومفيش فرح بعيد عنك، ومفيش فرح لعين مش ثابت عليك. ثبت عينينا عليك واغمر قلوبنا بفرح غير عادي، فرح يا رب يليق بينا كأولاد ليك، أولاد الملكوت. يا رب ارسل سلامك لكل بيت، ارسل فرح وتعزية لكل حزين وكل مكتئب وكل متضايق وكل مر نفس، في اسم المسيح يسوع. شوفكم الحلقة الجايه.